أهلا ومرحبا بكم. يتحدث رئيس إقليم كردستان جرفان البرزاني للشرقية نيوز في أول حوار تلفزيوني له مع قناة عربية ضمن برنامج بالثلاثة الذي يجريه صحفي المستقبل زينب وهشام وسيف مع الرجل الهادئ والصريح الذي سيقول في هذا الحوار ما لم يقله من قبل. ننوه مشاهدين بأن اللقاء مع رئيس إقليم كردستان جرفان البرزاني سيعرض على شرقية نيوز قريبا جدا. كان الأصغر عمرا حين تقدم على أترابه من جيلين سابقين، يستمد قوته من موهبة فائقة في اكتساب الخبرة والمعارف. إنه وريث الأب والجد. جده هو القائد التاريخي الخالد للأمة الكردية مصطفى البرزاني، وأبوه إدريس الذي ظل يحمل راية الكرد حتى رحيله نهاية الثمانينيات من القرن الماضي. إنه نجرفان البرزاني الذي مزج الحداثة المكتسبة بالإرث التاريخي لعائلته جدا وأبا وعما. كانت رحلته شاقة ومثيرة، فقد بدأ هجرته من كردستان العراق سنة 1975، وكان عمره لما يزل 9 أعوام فقط. ومنذ ذلك الحين كان يسابق الزمن للحصول على المعرفة وتعلم اللغات، وهو ينهل من أبيه وعمه خبرات الكفاح والسياسة. نجرفان أحد البناة الأساسيين لكردستان العراق يوم بدأ بتولي مسؤولياته في الإدارة العامة، وبدأ مهندسا للبناء ومهندسا للحوار الكردي مع العالم. إنه الرجل الذي كسر الطوق عن إقليم كردستان بعد استفتاء 2017 حين أوصدت الأبواب أرضا وسماء، ثم ما لبث أن فاجأ العالم بكسر الطوق والوصول إلى قصر الإليزيه ليحاور الرئيس الفرنسي ومن خلاله يحاور العالم. الرجل الهادئ والصريح رئيس إقليم كردستان نجرفان البرزاني في أول حوار مع قناة عربية سيقول ما لم يقله من قبل في حواره مع صحفي المستقبل الثلاثة في ليلة مشرقة من ليالي كردستان في رمضان على الشرقية نيوز.